البطوله العربيه دي بقت النهارده يعني موجوده على الخريطه بتاعه المسابقات في مصر، وانا برحب دايما بكل الفرق اللي بتيجي. احنا شجعنا اربع فرق، الاهلي طبعا كان دايما بيدخل فيها، احنا في عندنا ثلاث فرق كمان مصريه وده فخر لنا كمصر. الاتحاد العربي بيدي البطوله دي دايما كتنظيم لمصر عشان هو واثق من التنظيم وجوده التنظيم وجوده الملاعب وكده. الفكره اللي انا عايز اقولها انه النهارده احنا بنشجع كل الفرق المصريه تخش، يعني هتلاحظ النهارده ان في نادي الصيد موجود، سبورتنج كان موجود السنه فاتت وموجود، الزمالك موجود المره دي، في بعض الدول اللي جايه من الفرق اللي جايه من دول تونس، فاقس التونسي موجود، فرق قويه جدا، واتوقع انه النهائي او الكاس البطوله هيكون ما بين الاهلي والصفاقسي. احنا كاتحاد مصري دايما بندعم خاصه رياضه السيدات لانه احنا عندنا نقص فيها دايما، لانه دايما بتلاقينا ايه الفريق الاول سيدات بيبقى 70% منه البنات الصغيرين، وانا الحقيقه مش مبسوط من القصه دي وعايز دايما ان احنا يبقى عندي فريق اول، هو فريق اول في سنه هو اللي بيلعب فريق اول، فان شاء الله خير والبطوله هتبقى بمستوى كويس ان شاء الله. والله الاستعدادات عاديه من خلال مباريات الدوري العام وكاس مصر، والحمد لله يعني عملنا معسكر لمده اسبوع قبل البطوله، رفعنا فيه معدل الحمل البدني وعملنا فيه مباراتين، الحمد لله يعني يعتبر الفريق جاهز بنسبه كبيره جدا للبطوله باذن الله. والله البطوله فيها اربع فرق مصريه، طبعا الفرق المصريه عارفين بعض كويس قوي، فانا اخترت الفرقه من خارج مصر، عندي المغرب وعندي البحرين وعندي الصفاقسي، الصفاقسي فرقه قويه جدا ومرشحه معانا لللقب، فطبعا اخذت فريق المغرب لان محتاج ان انا ادخل البطوله بمباراه قويه تجهز اللعيبه لبقيه المباريات. والله الفرقه كلها جايه الحمد لله مركزه جدا ومدعمه نفسها كويس جدا، تونس والمغرب وفرق مصريه كمان مدعمه نفسها باجانب، فاعتقد البطوله هتبقى من اقوى النسخ اللي اتعملت في البطوله العربيه. لما عملنا برنامج عملنا البرنامج على مستوى تحضير مجموعتين، يكون تسلسل المستوى بتاع الفريق يكون ماشي على حسب الدوره. هو ولات الحسابات ولات تغيرت في اخر لحظه، يعني تقلقنا على مستوى التحضيرات تقلق، وهكذا يضر الكره الطايره، راه ما ينفعهاش الطريقه هذه، ما ينفعهاش. انا تمنيت لو كان خلاو مجموعه فيها اربعه وخلاو مجموعه فيها ثلاثه وكانت تكون هكا تكون البطوله احسن وتولي في المركز الرابع، تحصل المركز الرابع تكون يعني معفاه الفريق اللي باش يلعب لها تكون معفاه، ونلعبوا نصف نهائي ونهائي وهكا تنجم تبني عليه المستوى للطائره. لكن لجنه التنظيم تشوف انت تخدم بنظم يعني ماهيش تساعد على تطوير وتحسين مستوى الطائره النسائيه، بصراحه نكونوا امنين، خاطر الامور هذه يكونوا فيها فنيين اختصاص كره طائره مش اداريين، فهمت بصراحه. والوضع هذا يقلقنا شويه احنا على مستوى التحضير، خاطر احنا لما كنا عملنا برنامج نجيو النادي الاهلي ونشاركوا في البطوله العربيه كان برنامج مجموعتين مش مجموعه واحده. فهمني هذا ممكن يعمل لنا شويه حسابات بتاعنا ان شاء الله. اوكي احنا نحاول نتاقلم مع الوضع وربي يسهل ان شاء الله. البطوله يعني حضراتكم حضرتوا القرعه، يعني اخر اربع خمس سنين ما كانتش بالقوه دي، في خمس ست فرق فعلا في البطوله دي اقوياء جدا، اغلب الفرق جايبه محترفين طبعا على راس الانديه، طبعا النادي الاهلي طبعا بطل افريقيا وبطل العرب، وفي نادي الزمالك ونادي صفاقس والمغرب واحنا يعني الصيد وسبورتنج. لا البطوله قويه جدا وغالبا اغلب ماتشاتها هتبقى قويه وصعبه، ونتمنى باذن الله ان احنا معانا فريق واعد شاب بنلعب ببنات اعمارهم كلها 18 سنه و16 سنه، يعني ان شاء الله نعمل بطوله كويسه ونشرف نادي الصيد، ونبقى نعمل بطوله ان شاء الله نقدر نشرف مصر بيها كمان باذن الله. مجلس اداره نادي الصيد بنشكره جدا، رئيس مجلس اداره واعضاء مجلس اداره فعلا واداره النشاط الرياضي، هم اخذوا قرار من شهر ان احنا نشارك في البطوله العربيه. من اول ما اخذوا قرار كان ماتشات الدوري شغاله، فكنا بنستعد للبطوله من خلال الدوري واحنا شغالين، وعملنا معسكر مغلق لمده اسبوع اللي فات سنه البطوله، واعتقد يعني البنات بذلوا فيها، يعني بشكرهم جدا على الجهد اللي بذلوه في المعسكر، وصلنا فورمه الحمد لله، فورمه البنات دلوقتي نقدر ان شاء الله نعمل اقصى ما عندنا في الماتشات الجايه في البطوله باذن الله.